يوسف حياة دابا نتوما في الباك العام وما اول امتحانات وانا قلت عليهم التليفونات في التلفازة. بابا راه يوسف اللي ديما مشعل التلفازة حتى للجوج ديال الليل. انا كنت عرفتيني يا بابا غير حيدها من الصالون. وملي تحيدها بابا دي برونشي معاك الواي فاي وديه. انا غادي ندير معاكم واحد الحل اللي جاب 16 في المعدل. غادي ندير لي واحد العطلة ديال 15 يوم في باريس، واللي جاب قل 15 غنصيفطو عند خالتو في ولاد حريز. ولكم الاختيار، والسلام عليكم. دي برونشي معاك الواي فاي يخ على مسموم سم بالي من عندك وزيدون ديما لاصقه فيا. هربت لك من كرش مي وتبعتيني من ديك الساعة وانتي لابساني 17 عام دابا وقلبي عليا شوية. نساء اجتهدنا في طاعة الله قال ناري 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 شحال ديال الكشوبة هادشي كامل باقي تابعني ومشي نلعب كرة في السطح. شنو باغا؟ قلت لعب هبط تقرا بغيتي تخرج علينا. ياك سمعتي اش قال لينا بابا؟ قال لينا بابا نجيبو المعدل 16 بجوجنا. يلا هبط تسير عطيني ابتساع. ياك بغيتي تجيب 16 وسيري جيب 16 نجيب 16 واخا. بابا انا راه عييت ديما كنقرا هو بالك كيلعب بغي ياخدها بارده. بابا زعما ضروري تكون بيناتنا 16. صافي بنتي انا بدلت الراي واخا انا باغي نردد براوش راجل ويكون بحال باه ساعه هو باغي يبقى غير براوش انا غادي ليه. كتقرا كتقرا باينه فيك راه قالت لي اختك اش كدير من الصباح وانت كتلعب في السطح ولعب قد تفرج ليا تما. راه خدت امتحان يوسف ما تنساش تسلم ليا بزاف على خالتي وقول لها اختي حياة صيفطات لك دو بيزو من باريس. شي ما كيقراش اش كيوقع ليه. ملي كنت كنجي عندك كنقول لك يلا نمشيو نقراو كنتي كتقول لي شريتي لي ابتساع شريتي لي ابتساع. ايوا دابا انا غنعطيك ابتساع وغنمشي لافخونس. شوف عندك تعطيني دخاله مع الماء الحوالة راك تفرق عليهم كرتهم. يلا بسلامة باي.